بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، في إطار استكمال دروس مادة الجغرافيا، نحن اليوم بصدد درس المنظومة البيئية، مفهومها وأسس توازنها والتعريف بأنواعها. كتقديم إشكالي لهذا الدرس، نقترح المدخل التالي: يحظى موضوع البيئة باهتمام بالغ من قبل كل البشرية بفعل الأخطار المحدقة بها، لذلك وجب فهم وظائفها وتفاعل عناصرها وأسس توازنها. ونختمه بالتساؤلات التالية: ما مفهوم ومكونات المنظومة البيئية؟ ما وظائف المنظومة البيئية وتوازناتها؟ إذن كمحور أول بالنسبة لهذا الدرس، تحت عنوان مفهوم المنظومة البيئية ومكوناتها، بالنسبة للنشاط الأول سوف يعالج مفهوم المنظومة البيئية وأنواعها. فيقصد بالمنظومة البيئية مجموع التفاعلات التي تتم وفق نظام دقيق ومنظم ومستمر بين مختلف عناصر الطبيعة، سواء الحية والغير الحية، أي المحيا والعشيرة الإحيائية. وتتوزع المنظومة البيئية إلى ثلاث أنواع: المنظومة المعتدلة، المنظومة الحارة، والمنظومة الباردة. وكما تتذكرون خلال المجزوء الأولى درس النطاقات المناخية، فهذا التقسيم يوافق تقسيم النطاقات المناخية. إذا تذكرتم، هناك النطاق المعتدل، النطاق الحار، والنطاق البارد. بالنسبة للنشاط الثاني، يتمحور حول مكونات المنظومة البيئية. فتتكون المنظومة البيئية من عنصرين أساسيين. إذا العنصر الأول المحيا، أو ما يعرف بالمكونات لا إحيائية، هو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه مختلف الكائنات الحية من غلاف جوي وغلاف صخري وغلاف مائي. أما العنصر الثاني فهو العشيرة الإحيائية، أي المكونات الإحيائية داخل المنظومة البيئية. يقصد بالعشيرة الإحيائية مجموع الكائنات الحية التي تعيش بشكل متوازن داخل وسط طبيعي معين، وتتفاعل فيما بينها في إطار سلسلة من العلاقات. وكنموذج لهذه العلاقات سوف نتطرق لدراسة السلسلة الغذائية. بالنسبة للعلاقات الغذائية بين عناصر المنظومة البيئية، فكما موضح بالنسبة للخطاطة، ففي المرتبة الأولى نجد المنتجون الأوائل. يقصد بالمنتجون الأوائل كائنات ذاتية التغذية تزود الكائنات الأخرى بالطاقة، وتتمثل في النباتات المزهرة والحشائش والأشجار والطحالب. يليها المستهلكون، وهم الكائنات الغير ذاتية التغذية، وتتمثل في الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة، بالإضافة إلى الإنسان. وفي المرتبة الأخيرة نجد المحللون، وهي كائنات صغيرة الحجم تعتمد على غيرها في التغذية، وتقوم بإعادة تصنيع للمادة العضوية، ومن أهم أنواعها ديد الأرض، الفطريات، البكتيريا والقرديات. وكما هو موضح بالنسبة لهذه العلاقة الغذائية بين عناصر المنظومة البيئية، فهي مزودة كما تلاحظون في الوثيقة بالكائنات التي تشكل هذه العلاقة الغذائية في إطار تسلسلي. أما المحور الثاني فهو تحت عنوان وظائف المنظومة البيئية وتوازناتها. بالنسبة للنشاط الأول في هذا المحور، وظائف المنظومة البيئية، فللمنظومة البيئية مجموعة من الوظائف، أبرزها دورة الكربون. يقصد بدورة الكربون امتصاص النباتات الخضورية لعنصر الكربون المتواجد في الهواء في شكل ثنائي أكسيد الكربون أثناء عملية التركيب الضوئي لإنتاج المواد العضوية. وينطلق جزء من الكربون إلى الغلاف الجوي، سواء عن طريق تنفس الكائنات الحية وتعفن بقايا النباتات.
بالنسبة لدورة الكربون للاستدلال عليها، أن وثيقة 5 تحت عنوان دورة الكربون مسار الغاز في الغلاف الجوي، وهي توضح بشكل جلي دورة الكربون ومسار الكربون داخل المنظومة البيئية. وكوظيفة ثانية نجد تدفق الطاقة. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أمامك نص بعنوان دور الإشعاع الشمسي. يعتبر الإشعاع الشمسي المصدر الوحيد للطاقة في النظام البيئي تقريبا، لأن طاقة باطن الأرض والمد والجزر والنجوم قليلة جدا بالمقارنة مع الطاقة الشمسية. ويقوم الجزء الأكبر من هذا الإشعاع بتسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض وتحريك الرياح وتبخير المياه، ويتم فقدان الطاقة الواصلة إلى سطح الأرض عن طريق التبخر والنتح نحو 23% و10% عن طريق التوصيل أو الإنعكاس، وفي تنفس النباتات والحيوانات نحو 14%. من خلال هذا النص نستنتج أن الإشعاع الشمسي هو المصدر الرئيسي للطاقة، حيث يقوم بتسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض ويؤدي إلى تبخر المياه ونشأة الرياح، كما يتم فقدان الطاقة عن طريق الانعكاس والتبخر والنتح وتنفس الكائنات الحية. فيما يخص النشاط الثاني وتحت عنوان توازنات المنظومة البيئية، تعمل مختلف عناصر المنظومة البيئية على تحقيق نوع من التكامل والتوازن فيما بينها. وللحفاظ على هذا التوازن البيئي، لا بد من استمرار الدورات الحياتية لمختلف مكونات المنظومة البيئية بشكل طبيعي ومنظم. وتواجه الدورات الحياتية عدة اختلالات، منها اضطراب دورتي الكربون والماء. ومن الاختلالات التي تواجه المنظومة البيئية اضطراب دورة الكربون، حيث يرتبط اختلال هذه الدورة بتفاوت كمية ثنائي أكسيد الكربون من خلال عمليتي التثبيت والتحرير، كما هو مبين من خلال سمك الأسهم في الوثيقة المرافقة، حيث يتضح تباين تثبيت وتحرير ثنائي أكسيد الكربون بين الغابة القديمة والغابة الجديدة، ويتسارع تثبيت وتحرير ثنائي أكسيد الكربون مع إتلاف الغابة من خلال الحرائق أو الاجتثاث. ومن الاضطرابات التي تواجه المنظومة البيئية نجد اضطراب دورة الماء، حيث تمر دورة الماء من مراحل متكاملة، وهي التبخر ثم التكاتف وتكوين السحب وحدوث التساقطات ثم الجريان السطحي والباطني. وقد تختل دورة الماء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إزالة الغطاء النباتي مما يساهم في تشكل السيول التي تجرف التربة، وتناقص كمية المياه المتسربة كما هو موضح في الصورة أسفل، إلى جانب استغلال المفرط مما يؤدي إلى نضوب المياه الجوفية وانخفاض مستواها وتملحها. كما يلعب الإنسان دور مهم في تأثير على المنظومة البيئية، فالإنسان يحتل مكانة متمركزة داخل المنظومة البيئية منحته قدرة كبيرة على التأثير والتغيير والتكيف مع مختلف عناصرها، ويتجلى ذلك في تزايد الضغط على الموارد الطبيعية كالموارد المائية، الغابات، المعادن، بفعل النمو السكاني، بالإضافة إلى اختلال توازن المنظومة البيئية نتيجة التطور التكنولوجي والعلمي كما شهده العالم خلال القرن 19 من خلال الثورة الصناعية، تدهور واستنزاف المجال الحيوي والأساسي للمنظومات البيئية الناجم عن التوسع العمراني بفعل الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية وما ينتج عنه من تراجع الإنتاج الفلاحي، وضغط الأنشطة الاقتصادية وما ينتج عنه من تلوث بمختلف أشكاله، سواء تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، وهو ما موضح من خلال صورتين تاليتين. الصورة تبين الأولى تبين انبعاثات الغازات من المصانع، ثم الصورة الثانية توضح لنا بشكل جلي قطع الأشجار والضغط على المجال الغابوي.
وكخاتمة لهذا الدرس نقترح ما يلي: يؤدي التدخل السلبي للإنسان إلى اختلال توازنات المنظومة البيئية، وبالتالي حدوث كوارث طبيعية كالجفاف والفيضانات، أو بيئية كالاحتباس الحراري. ونختم درسنا بتقويم للتعلمات. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أمامك خطاطة تحت عنوان تفاعلات المنظومة البيئية مذيلة بمفتاح. فالمطلوب منك من خلال هذه الخطاطة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، استخرجي من الرسم أعلاه تفاعلات قائمة داخل المنظومة البيئية. سؤال ثاني، اعتماداً على مكتسباتك فسري كل تفاعل على حدة. سؤال ثالث، حرري فقرة مركزة توضحين تأثير الإنسان على توازن المنظومة البيئية. وفقكم الله بمزيد من الجد والاجتهاد والنجاح.